صباح الخير ناتالي. هاي، كيفك تينا؟ انا ميحه وانت؟ صباح، مش الحال. حبيت كثير موضوعنا اليوم له علاقه بالصيفيه، له علاقه بالفرصه بالسفر. نعم، تغذيه اكيد. اكيد سلامه التغذيه خلال هالفتره من السنه. صح، كثير منا منسافر او منغير مناخ، منغير جو بيت، عاداتنا عادات الاكل اللي عاده نتبعها، وايمات بنوقع بمشاكل تسمم غذائي. صح، يعني اسال شيء وقت اللي شخص يكون رايح على فرصه صار له كل سنه ناطره وبيتسمم بفرصته. مشان هيك مهم كثير ننتبه على كم نقاط رح احكي عنها انا اليوم، كيف نختار الماكولات، شو الاشياء الخطره اكثر من غيرها. اوقات في اشياء ما بننتبه لها ابدا، ممكن هي تسبب بالتسمم اللي اكثر شيء يسمى بالتوريستا، اللي هو نوع من اسهال وعوارض ممكن انه تنزع الفرصة. واكيد اسمها توريستا. اسمها توريستا. نحن وقت اللي نكون خارج المنزل، معظم الاوقات الوجبات بناكلها بالمطاعم، يمكن على الطريق او حتى بركي بالمطارات. اهم شغله ننتبه لها، صحيح نحن كاختصاصي تغذيه بنقول دائما لازم ناكل خضره، لازم ناكل فواكه، ولكن هول الماكولات هن اذا ما كانوا مغسلين بطريقه صحيحه ممكن انه هن يسببوا بالتسمم. يعني اكثر من دجاج ولحمه؟ الدجاج واللحمه كمان. بس هولي لانه مهمين لازم نتناولهم، لازم ناخذ خضره، لازم ناخذ فواكه. فالشخص اللي بهمه انه ينتبه على صحته ويحافظ على نظامه الغذائي بيلتجئ لا يمكن ماكولات او خضره، او يمكن مش اكيد من طريقه تغسيلها او حتى كيف محفوظه. مثلا اول شغله لازم ننتبه لها هي الخضره النيه. الخضره النيه عاده فيها تكون هي من محل ما اجت فيها بعض انواع من البكتيريا، وفيها كمان تكون بالمحل او بالمطعم محل ما عم تتحضر ما تتحضر او ما تتغسل بطريقه صحيحه. سو اللي لازم نعمله اذا بدنا ناكل خضره مثلا، خليها تكون الخضره اول شيء موجوده بمحلات مسكره. يعني اذا فينا نشوف مثلا على الصوره اللي لازم ننتبه له هو السلاد بوفيه. السلاد بوفيه اوقات شكلها يمكن حلو ابيلينج ونقول هيدي خضرة it's healthy، خلينا ما نخربط الرجيم تبعنا، نضل محافظين على نظام غذائي سليم. اللي لازم نعمله هو انه نختار محلات بوفيه مسكرة، يعني تكون مغطاية بالقزاز، لانه حتى اذا كانت مغسلة منيح الخضرة واذا يمكن محل ما متواجدة ما فيك بيست كنترول مزبوط، يعني في يمكن دبان او برغش هن فيهم ينقلوا، فيها تكون اكيد اوبن اير، خاصة اذا صار لها اكثر من ساعتين برات البراد. ممكن انه تسبب لها تسمم. نختار اذا قدرنا اكيد محلات بوفيه مغطايه مسكره، تكون الصحن السلاد محطوط بتلج او محطوط ببرادات، في برادات مسقعه مغطايه، هولي فيهم ريسك اقل اكيد. واللي لازم كمان ننتبه له هو الماكولات اللي هي يعني طريقة تحضيرها بتكون نية، يعني عم بحكي أنا هون عن اللحم النية، عم بحكي عن البيض الني خاصة، وأكيد ثمار البحر اللي إذا ما مرقوا على النار ممكن أنه يكون فيهم بركة أنواع من البكتيريا اللي أكيد الطبخ بتروحهم. لازم نعرف شغلة انه اللي بخفف من تكاثر البكتيريا، من اهم الاشياء اللي فينا نعملها هي انه نرجع نسخن المأكولات لدرجة الغلي. يعني وقت اللي بيجي الطبق سخن عم بيغلي في ريسك اقل انه نتسمم منه، بريسك الريسك زيرو، من انه اذا اخذناه فاتر او مسخن بالمايكروويف او بارد او منه ابدا مطبوخ. تنكون on the safe side، إن كان خضرة أو مثلاً لحوم ثمار بحر أفضل إنه نتناولها مطبوخة. هيدي إذا ما كان المطعم محل ما نحنا سيف أو عنده معايير إيجيان معينة. بالنسبة للحمة النية واللحمة اللي مثل الشاركوتري مثلاً، صح، كمان ممكن إنه تأذينا إذا ما بعرف إذا الشاركوتري عادة كل أنواع اللحوم المعلبة أو المدخنة بيحطوا لها مواد حافظة تضاين أكثر. بس كمان إلى حدود هالأنواع من المواد الحافظة، أفضل دايماً إذا بدنا ناخد ساندويتشز بدنا ناخد شاركوتري لازم تكون بالبراد. يعني ما نشتري من شخص يمكن خاصة هوت دوغز مثلاً
ساندويتشز محضرين ومحطوطين هيك ديسبلاي عاملينهم ديسبلاي الديسبلاي لازم يكون بمحل مسقع خاصة هلا شو بالصيفية ننتبه كمان إذا مثلا عم بعطي مثل الهوت دوغ ساندويتشز إذا كانت الهوت دوغ من عم تنشيل من محل من مي مغلية اتس اوكي بس اذا كانت اوريدي معروضة ما بنعرف قد ايه صار لها معروضة رح نكفي حديثنا نتالي بعد هالوقفة اوكي لكن موضوعنا عن التغذية خلال السفر او لما نكون بعاد عن البيت عادتنا هيك بتتغير ولكن لازم نتأقلم وننتبه بنفس الوقت على المأكولات اللي عم ناكلهم بالضبط لازم ننتبه مثل ما كنت عم بقول عن المأكولات اللي ما بتنطبخ خاصة مثلا الخضرة اللي ما بتتأشر اللي ممكن انه يا المي تكون هي سبب للتسمم او حتى يمكن ما تكون مغسلة بطريقة صحيحة ننتبه انه تكون محطوطة بأوعية مغطاية مبردة اذا امكن ننتبه كمان انه اذا كانت لحمه او ثمار بحر او حتى دجاج تكون ستيمينج هوت يعني تكون حرارتها بويلينج يعني طلعت فوق درجه الغلي هيك بنكون منأمن انه منا هي الريسك للتسمم اللي ممكن انه يؤدي لتخربط كل الفرصه تبعتنا نقطه كمان كثير مهمه هي المشروبات ومن اهم المشروبات المي وقت اللي نكون مشوبين بنفكر دائما انه نطلب مي اذا كنا مثلا بمطعم مي مع ثلج الثلج ما بنعرف من وين جاي ما بنعرف كيف تحضر ومن اكثر وسائل نقل البكتيريا هي المي مش قليل يعني اذا حتى كانت لما تكون متلجة. حتى اذا بتكون متلجه المي المتلجه مش يعني خالي من البكتيريا الثلج او السقعه ببطئ البكتيريا بخليها تجمد بس البكتيريا موجوده وقت اللي تذوب الثلج اذا المي ما نظيفه ممكن انه ترجع هي تكون سبب للتسمم سو اذا كنا بمناطق ما اكيدين من المي خلينا نطلب المشروبات اهم شيء تكون المشروبات مسكره يعني مثلا السوفت درينكس عكس ما عاده بنحبذ السوفت درينكس هي فيها ريسك اقل لانه بتجي مسكره بتجي مختومه بالكان او بالقنينه سو فيها ريسك اقل ما نحط فيها ثلج لانه هي الثلج هي فيها تكون سبب كل المشكله ناخذ مثلا العصير بباكس إذا كنا ببلاد يمكن شوي إكزوتيك في أوقات الفندرز أو اللي بيكونوا ماشيين على شاريويات أو عم بيبيعوا عصير فريش منكون عنا هيك ميول إنه ناخذ هالأشياء تيبيكال أو تراديشنال ننتبه هولي محلات ممكن إنه يسببوا بتسمم لأنه الإيجيان أو النظافة بهالأماكن هاي منا متوفرة لأنه موجودين بدون مي بدون مصدر مي سيف بدون برادات بدون اكيد برادات مع انه شكلهم بيكون حلو بس نتوقيهم ناخذ عصير اكيد مسكر او حتى مي بقنينه مسكره واكيد نتفادى الثلج حتى بالمطاعم امرار في بعض مطاعم بيشتروا الثلج مش هن بيفرزوها واكيد اذا كانت ما في رقابه على نوعيه المي ممكن انه الثلج هو يكون سبب للتسمم بنتقل هلا ل نوع من المأكولات اللي وقت اللي نسافر ننبسط انه نستذوق بعض المأكولات او الحلويات من الحلويات اللي فيها ريسك يعني ممكن انه تكون هي سبب للتسمم هي الديسيرات اللي بتحتوي على بيض ني اول شغله بنفكر فيها تينا هي الموس وشوكولا هلا مبدئيا المطاعم اللي عندها رولز وعندها اكيد رقابه على النظافه بتستعمل بيض باستوريزي يعني مبستر ومفروض معظم المطاعم اللي بتحترم حالها تستعمل هالانواع من البيض بس وقت اللي نكون مسافرين ما بنكون اكيدين من يمكن المحل نوعيه المطعم سو نتجنب حتى اذا كان شكلها حلو فيها تخبي اشياء اوقات مش كثير شوكولا فوندان حتى الفوندان كمان لانه بضلوا ني صح لانه بضلوا ني الصوص هولندايز يعني كل شيء فيه مايونيز في كثير مطاعم هن بيحضروا الصوص تبعيتهم ان كان المايونيز او حتى انواع الصوصات اللي ممكن انه تنضاف على المأكولات الكريم باتيسير
الكريم باتيسير طريقة تحضيرها فيها كتير بيض أكيد، وإذا ما كانت محفوظة بطريقة صحيحة حتى إذا طعمتها طيبة حتى إذا شكلها حلو ممكن إنه تكون هي سبب لها أكيد التسمم. شغلة كمان مهمة ويمكن في كتير أشخاص مش رح ما رح يقولوا أوكي عليها، هي البيض برشت. حتى بمطاعم بالأوتيلات على الترويقة في بيض ونطلب أوقات البيض إنه يكون مش مطبوخ مزبوط. هيدا كمان ريسك، يعني أنا هون عم بخبر المشاهدين شو هني الريسك اللي ممكن إنه هني يكونوا سبب لا يمكن مشاكل صحية، ولكن البيض هي من الأشياء اللي ممكن إنه تكون سبب لهالشي. هلا أكيد المطاعم الكبيرة والأوتيلات اللي عندها رقابة عندها معايير ديجين عم تلحقها مفروض تنتبه لهالأشياء هاي، لأنه البيض على خارج البيضة في ممكن إنه يكون في تواجد سالمونيلا، وإذا ما كانت باستوريزي البيضة أو ما كان في ما تغسلت بطريقة صحيحة ممكن إنه تنقل هل بكتيريا لقلب البيض، خاصة إذا عم ناكله ني أو عم ناكله مع البياض وقت اللي بيكون بعده ليكيد. خاصة إذا هون نحن عم نحكي عن الولاد أكيد نتجنب البيض الني أو حتى البيض برشت. وكمان ننتبه لشغلة إنه وقت اللي بناكل البيض ني بيصير عنا امتصاص لبعض لنوع معين من الفيتامين موجودة بالبيض، بيصير عنا نقص فيها اللي هي البيوتين. سو ننتبه إنه تنستفيد كمان من غذاء البيض لازم ناكله مطبوخ الني نو واي، حتى اذا كان طازة اذا كان يمكن شفناه بالفيرم بعدنا جايبينه من الدجاجة. صح مضبوط. سو هيدا منه دليل انه ما فيه سالمونيلا، لانه بالنهايه السالمونيلا موجوده بالبيئه بالمضبوط بالدجاجة. بنتقل هلا للبوزة. بالصيف البوزة هي من الحلويات اللي أكتر شيء منتناولها، بس البوزة مطبوخة. البوزة مطبوخة وقت بيكون داخلها بيض ني كمان. بعض أنواع من الأنواع من البوزة ممكن أن يكون داخلها بيض ني، وننسى أنه عم تنقطع الكهرباء ببعض البلدين خاصة هلأ مع المشاكل اللي عم بتصير. يمكن البوزة تلجت دابت ورجعت تفرزت. وقت اللي بتدوب وبترجع بتتفرز بتخلي هالبكتيريا تتكاثر. سو ننتبه اذا بدنا نشتري بوزه ما نشتري بوزه من العربيات على الطريق، لانه هو اللي كثير في ريسك انه يكونوا خاصه البوزه الثلجي بعد اقل ريسك أكتر من اللي فيها كريم. أكيد البوزة اللي على سكر، يعني البوزة على فواكه سوربي فيها ريسك أقل. كل شيء فيه حليب فيه شوكولا أكيد بيكون دخله كريم. بيكون دخله أوقات بيض. في بعض ريسيبيز بيحطوا لهم بيض هو اللي خطرين. حليب، الحليب هو بحد ذاته إذا ما نحفظ مزبوط ممكن أنه يكون هو المشكلة بالتسمم. سو نتجنب البوزة اللي بنشتريها من الكيوسك اللي بنشتريها من العربية. فينا نشتري بوزة من المطاعم أو من كافيه بضل عندهم يمكن مارج أقل مشاكل من حيالة نوع تاني ممكن أنه يأثر على صحتنا وأكيد على ريسك أنه نعمل إسهال. شغلي كمان لازم ننتبه لها هي إذا مثلا كنا بمطعم وإجا الطبق منه كتير سخن لازم نطلب من المطعم أنه يرجعوا يسخنوا لنا إياه لحديت ما يغلي. هلا هون في اوقات اشخاص عم بحكي انا هون عن اللحمه، في اشخاص يمكن ما بيحبوا انه ما بيحبوا اللحمه غير لما تكون سينيانت. صح ما تكون مستويه. ما تكون مستويه. اللحمه السينيانت هي من الاشياء اللي ممكن انه تكون هون بدنا شو ننتبه من المطعم اللي عم ناكل فيه. أكيد يعني نكون مأكدين انه حتى اوقات باحسن مطاعم اذا بقي صحن وقت طويل ما انتبهوا له ممكن انه يكون في كونتاميناسيون. يعني اللحمه نطلبها دائما well done. هلا في كتير يمكن ما بيحبوها هيك، بس لازم تنطبخ وترجع تنغلى. يعني نطلب انه يرجع يتسخن الصحن. الميكروويف ممكن انه تساعد، يعني اذا طلبنا بالمطعم انه يرجع يسخنوا لنا الصحن، اذا تسخن steaming hot
It's better. نعم. أحسن من إنه يكون يضل فاتر. هذه الفاتر منا منيحة. أوكي. وحتى للأشخاص اللي منن بالفرصة أو مش مسافرين لازم ينتبهوا وقت اللي بدنا نسخن أكل بالمايكرويف، حتى إذا كان من البيت لازم نرجع نسخنه تيصير ستيمينغ هوت، يعني تيطلع الفابور أو نرجع ننطر إنه يبرد، ولازم نخلطه. أكيد ما رح فينا ناكله إذا كان كتير سخن. لا، الواحد ما بيحب الأكل السخن. إيه معليش، المهم إنه يسخن لدرجة إنه البخار عم بيطلع منه. هيدي نوع من إشارة إنه الأكل صار يمكن ما فيه ريسك مثل ما إذا أخذناه فاتر. وما ننسى إنه لازم ينخلط، يعني هون أنت بارنتيز عم بحكي بالبيت، إذا في أشخاص عم بيتابعونا عم بيسخنوا أكل بالمايكرويف لازم التسخين يصير على مرحلتين. أول مرحلة بيتسخن من ظهره بنخلط الأكل، خاصة إذا كان مثلاً رز أو يخني. نعم. ونرجع نسخنه، لأنه المايكرويف بتسخن مناطق مشان هيك يمكن في مناطق تكون بعدها سخنة ومناطق تانية بعدها باردة. سو ننتبه إنه يتسخن على مرحلتين. نعم. سو هيدي إذا كنا بالمطعم. السلاد دو فروي إذا كان منا كتير محبذة، أفضل إنه ناخد فويكي كاملة. يعني البطيخ مثلاً هو من الفويكي اللي في ريسك أقل من غيره. التفاح إذا كانت مغسلة منيح أو أخذناها، الموز، البردقان، الكيوي لأنه بتتأشر. نعم. بيضلوا ريسك تبعهم أقل. سلاد وشوي يمكن ما نعرف قدي صلى بالبراد مقطعة هالفويكي 100% وكيف تغسلت. نعم. خاصة وقت اللي بنحكي عن الفريز، وقت اللي بنحكي عن الأنواع من الفويكي اللي المشمش اللي كتير سنسيبل، يعني ما كتير فيهم يغسلوها. صح. هلأ إذا مأمنين لهم ومطعم أكيد عنده معايير إيجيان فينا ناخد. نعم. ولكن أفضل ناخدها كاملة. الديسيرات ناخدهم يكونوا بيكت، ما يكونوا نص مطبوخين. هلأ شغلة كمان هون مهمة كتير هي السمك الناي والسوشي. أوقات كتير نقول أوكي رح ناكل سوشي، رح ناكل سمك. نعم. ناي، رح ناخد مأكولات يمكن يابانية عم تتحضر على نفس البلانش اللي فيها سمك ناي، يعني إذا طلبنا نحن سمك مطبوخ وعم تتحضر هالماكي على نفس البلانش، في يصير في كروس كونتامينيشن، يعني في ممكن إنه بين الناي والأشياء اللي منا ناية. سو ننتبه لهالشي وقت اللي نكون بمطاعم يمكن ما كتير بنعرفها أو مش معودين عليها. أهم شيء إنه ما ننزع فرصتنا. أكيد هذا أهم شيء. سو الواحد ينتبه الوقاية مهمة على الأكل عم نتناوله. ثانك يو ناتالي. رح ناخذ بريك ومن كافي على لايف.